دكتور حسين، ربما تكون صفقة فساد، يعني وين المشكلة؟ حتى الآن البيجر ليس جهازا متطورا للغاية حتى يسيطر عليه الكيان ويتحكم بخريطته الإلكترونية، ما الذي حصل من وجهة نظرك؟ ما قدرت أفهم السؤال، أنا كنت أطش الكلام. نعم تسمعني الآن؟ عم بسمع بس الصوت عم بيقطش. طيب، أجهزة البيجر ليست أجهزة حديثة، يعني هي أجهزة تستخدم منذ فترات ماضية وسنين وعقود ربما طويلة. كيف استطاع الكيان الصهيوني أن يسيطر عليها؟ كيف استطاع أن يخترق الكود السري لهذه الأجهزة أو الخريطة الإلكترونية لها؟ يعني هذا يبقى لغز دكتور حسين، كيف تعلق على هذه النقطة؟ يعني كان عمل استخباراتي ناجح جداً، وأكيد أخذ وقت عند الموساد لتنفيذ هذا العمل، بأن زرعوا في هذه الأجهزة اي سي من المتفجرات، يعني اي سي متفجر بأجهزة اللاسلكي، قدرت العبوة ب 22 جرام، وفي أجهزة التيجر أقل بحدود 3 إلى 4 جرام العبوة في بجنب البطارية، يعني زرعت كاي سي موجود على البورد. هذا يعني عبر تكنولوجيا جديدة متطورة جدا استطاعوا أن يشغلوا موجات عالية جدا لتحمية البطارية وبالتالي انفجار العبوة. بهذه الطريقة استطاعوا أن يفجروا 3000 أو أكثر من 3000 جهاز في دقيقة واحدة، وفي اليوم التالي فجروا حوالي 500 أو 1000 جهاز اتصال لاسلكي أيضا في دقيقة واحدة. هلا بعض الأجهزة لم تنفجر فورا لأنه يمكن لم تكن في مكان ملائم لتلقي الموجة الإرسال